إذا طلب مني المتكلم التريس أقول له شكراً. معيب إعادة سماعة الهاتف إلى مكانها بقوة. معيب إعادة سماعة الهاتف إلى مكانها بقوة. إذا أجابني المتكلم بأن صديقي منشغل ولا يستطيع التحدث إلي، أسأله عن الوقت الملائم لمعاودة اتصالي به. عندما يتلقى أحد أفراد عائلتي مكالمة هاتفية، أبتعد عنه وأدعه يتحدث. إذا أجيت اتصالاً هاتفياً للتحدث إلى رفيقي وأجابني أحد أفراد عائلته، ألقي عليه التحية وأطلب بلطف التحدث إلى رفيقي. إذا أجابني المتحدث بأن صديقي غير موجوداً، أطلب منه أن يخبره عن مكالمتي وبأنني سأعاود الاتصال به لاحقا. لا أتحدث على الهاتف وفي فمي طعام أو علكة. يجب علي عدم الإطالة بالمكالمة بلا مبرر. إذا اضطررت إلى إجراء مكالمة هاتفية أثناء وجودي عند صديقي، أطلب الإذن من والدته أولاً. أفراد عائلتي فيما هو يجري أي مكالمة هاتفية. لا أستمع إلى أحد أفراد عائلتي فيما هو يجري أي مكالمة هاتفية. معيب أن أتنصت إلى أي مكالمة هاتفية تدور بين شخص. معيب التحدث هاتفيا بنبرة قاسية. أستخدم المحرمة لتنظيف أنفي. أستخدم المحرمة لتنظيف أنفي. إذا شعرت بالحاجة إلى التقيؤ، أبتعد فورا عن الآخرين وأسرع إلى الحمام. إذا احتجت إلى أن أسعل، أضع يدي فوراً على فمي، ثم أمسحه بالمحرمة. إن مد اللسان والغمز معيبان جداً جداً.
أذهب إلى المرحاض فور الحاجة إلى التبول، لأن التأخير في القيام بذلك يضر بصحتي وسوف أبدو منزعجاً أمام الآخرين. إذا أسأت التصرف أعتذر فوراً. أجلس ورجلايا متقاربتان وليستا متباعدتين. أدعو الإناث يخرجن يدخلن أولا إلى المصعد. لا أدع باب المصعد مفتوحا لمتابعة الحديث مع من بداخله، فهذا معيب لأن أشخاصاً آخرين ينتظرون المصعد.